مرحبا. هذا أنا، لا تخافي. كنت أصاب بنوبة قلبية. أخبرت زوجي أن من يرى هذا الوجه الجذاب سيصرخ بسبب الغيرة. أرجو المعذرة، ظننت لا سمح الله أنك أحرقت وجهك بالماء المغلي. ماذا تقولين؟ أنا قمت بتسمير بشرتي في صالون تجميل البشرة الموجود في أعلى الساحة. لا تستطيعين تخمين كم هو مكلف. آمل أن أستطيع تسمير بشرتي خلال جلسة واحدة. هل تسمحين لي بالدخول؟ المعذرة، تفضلي. شكراً. على الرحب والسعة. مرحباً، لا تقلقي، هذا نحن. المعذرة، إنه يوم الصدمات المتلاحقة. مرحباً. مرحباً. لماذا أنت متأخر؟ كنت مستلقٍ تحت أشعة الشمس لمدة ساعتين. لا، أبي ذهب للنوم تحت أشعة الشمس. ظننت أنك أيضاً كنت في صالون تسمير البشرة. لا، فقط ربات المنزل تذهبن إلى صالون التسمير. الرجال يسمرون بشرتهم تحت الشمس. النقود لا تنمو على الأشجار. أوه، لماذا تحولوا إلى هذا اللون؟ انظري إليه. لماذا تضحكون؟ انتظري يا ولد. نحن نبدو أنيقين جداً. هل تعلمون أن تسمير البشرة يفسد أنسجة الجلد ويسبب مشكلة فيما بعد؟ أستاذ، إذن لماذا يقوم الجميع بالتسمير؟ يقال أيضاً أن هذه التجهيزات ذات معايير عالمية. الأمر ليس بهذا الشكل. هل تعلمون أن وزارة الصحة تمنع استيراد المواد المسمرة في بلادنا؟ وقد صرحت أن استخدامها غير مرخص. ها؟ وماذا عنا نحن الذين نسمر بصورة طبيعية؟ بالطبع، أنت أحرقت جلدك. من الأفضل دائماً استخدام الواقيات الشمسية وتغطية الجلد قدر المستطاع، لأن أشعة الشمس قد يكون لها أثر مخرب للجلد، وخصوصاً عند الأطفال. إذن كيف يمكننا أن نظهر بصورة أنيقة؟ جلدي بحالة سيئة. لا أريد إزعاجكم، ولكن من الأفضل أن تفكروا ملياً من الآن فصاعداً. هل أدركت ما حصل؟ لا تقلقي، قال شيئاً مهماً، سنأخذ ذلك في الاعتبار من الآن فصاعداً.